عزيزتي ركزي مزبوط. اول خطوه بتعمليها بتمسكي هاي اسفنجه المستطيله اسمها. اهلا فيكم في فيديو جديد اليوم، كيفكم شو اخباركم اصدقائي؟ اليوم انه حكيتي معي انه شاركت اصدقائي. اليوم اصدقائي رح نعمل تحدي الميك اب. طبعا انا هون الضحيه بهذا الفيديو. انت الضحية؟ طبعا لانه انا شايف انا الضحيه طبعا. لا انت شو انت بالعكس انا فنان بالعكس انا فنان ميك اب. قالوا شو اصدقائي انا فنان ميك اب، رح يعني اعطي شوي من ابداعاتي على هذا الوجه، وهي معلش كنت شو تسامحوني على المنظر اللي حتشوفوه. خلونا نبلش بدون مقدمات اصدقائي. هذا الفيديو بس في معلومه بيحكيها انه هذا الفيديو تتذكري اول مره قابلت انا وياسمين واول فيديو صورناه يوم يعني اول فكره صورناها وكبينا الميك اب. ايوه وكبينا الملفات، ما استفدنا من الملفات ابدا من الفيديوهات. بس شوفوا راحت ايام. قد ايش صار لك سنه عم تشتغلي معنا ياسمين؟ لا مو في سنه، يعني 9 شهور. المهم في عبره يعني انلفت الايام ورجعت. اوكي يلا حنبلش. هلا انا حاعمل لك ميك اب. يلا تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي ركزي مزبوط. اول خطوه بتعمليها بتمسكي هي اسفنجه المستطيله اسمها، المتطاوله يعني، بتبلشي تمسحي. شو بتمسحي غير؟ لانه عرقانه هي، بيكون الزبون بيكون الزبون عرقان. كذاب. المهم بعدين ثاني قصه افتحي تمك. قربي. لا حنحط على ايده. حاج اوف شو كل هاد؟ شو بك بخيلة كمان؟ لا كتير. لا لا مو كتير، وجهك بده شغل صراحة. بتحطي وحدة هون تمام؟ بسحبة هون تمام؟ بعدين تمعطي وحدة هيك طوالية تمام؟ آخر وحدة زارت مو مشكلة يعني، شل فيها شلون ما كان هيك مسح. هيك هيك شايفين؟ ركزي هيك مثل عم يلعب ملاكمة على الخفيف، مثل كأنه فارة هامستر عم تلعب ملاكمة هيك تا 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 تا. صح نسينا نحطلها على أنفها، هلا بيطلع أنفها لحاله آخر لون. قربي. رح نعرف اشتغل ولا لا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بس بس بدي ركز بشغلة، الله يرضى عليك ترى عندي زباين. خير خير يلا الله. حلو. هلا هون انا كنت عم اعلمكم نعمل مكياج، بس تحول عنوان هذا الفيديو الى كيف تصنع مومياء في 3 دقائق. مكياج مومياء لصناعة الافلام. اوكي في حدا مراية؟ تمام الحمد لله. الخطوة الثانية عزيزتي اللي هي هدول الشغلات. كونسيلر بعرف. حلو. ثالث خطوة بتعملوها اللي هي الاي شادو. اوه ماي جاد. الاي شادو اليوم رح اعملها بشكل مميز غير ما هي بتعمله لما تطلع على اليوتيوب. ما بعرف هي عشو بتصور هيك، هي يعني تشتغل شغلة بايخة كتير. بتجيب الفرشاية اسموها اكيد. من النظرة حسيت. هي حلو الالوان، فرجيني لا تحركي تمام. اوكي هلا حطينا بهي، بس باين في خط يعني انه هون في وهون ما في، بالتالي بندرجهم تدريجي بهي. ثالث خطوة صديقتي الكحلة والمسكرة. صح. أهم شيء النفخة. مثل ما شفت عزيزتي هذا ايلاينر، هذا أهم قطعة بالميك اب، إذا عرفتيه بتكوني صرتي بنت هيك، إذا ما عرفتيه حتتمي جعفر. هلا أهم خطوة خصوصا إذا كان عندك زبونة مثل زبونتي ما لها رموش بالمرة ولي. بتروحي للمسك، ممكن تخليني أعرف أشتغل شغلة لو سمحتي بدي ركز. بتروحي للمسكرة. غمضي. الله. افتحي. غمض. فتح. غمض. فتح. غمض. الله. الخطوة اللي بعديها راح تكون هي ال كونتور. الكونتور بعرفها. من هون بتبلشوا. فرجيني شو ليش عم تسوي حركات سمكة ضائعة؟ اي يلا يلا. كل شيء زيادة بتكتر. هو المكياج لمسة، عرفتي شو الفكرة؟ كتري أكثر تكسبي أكثر. ايوه كتري اكثر تكسبي اكثر. بتم عندك خطوه البلاشر. اوكي
هاي شو اسمه بقول له ميكس. والله طلع حلو حلوين مع بعض والله. شو دخل هون؟ شو فاهمك انت؟ على فكرة هذا أحلى لون بشرة شفته عليكي. بيعطي لمعة. هيك صير على طول سوي هيك مثل كلمة سر البلاي ستيشن. يسار تحت فوق يسار تحت فوق بصير مربع. انت. هاي. هنستكشفها سوا. عن بصمة يعني هاي ولا شو السالفة؟ أها. وهي لشو هذول الحواجب؟ اها تحط اللون هون بعد شوفي هي تبع الاصدقاء اللي بيشربوا متي اللي بينظفوا مصه المت اللي بينظفوا مصه المتي في وحده مثل عد تمام لشريبه المتي هون كثير ممتازه. انت مو قلتي انه ما ترسمي حواجبك ولا هي غلط ها جربتها وبعدين هون حركه مصه المتي اها اها اوكي هلا تبعنا اخر خطوه اللي هي الحمراء حنقي لونين شو بدك انت؟ لا انا بحب هذا اوكي حنحط لونين مع بعض وموديل حصريا لفافا نابولي حصريا شغلي انا حتكون كل شفة لون شكل حلو هلا معطي انت شفافك ببعض لانه بس تمعطي حنحط من فوق اللون الخطير اها معطي تمام بس معطي عن جد حلوة هاي اللونين ما؟ الله 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 جمالي اوكي ترى يا رب يا رب بسم الله اقسم بالله خايفة لا انت ما عندك والله العظيم خايفة سبرايز موف لا ثواني والله مو سيء لهالدرجة شلوني معك؟ هذا كثير ضابط مو ضابط ابدا هذا ازبط بس بدها تزبط هون هذا ضابط بس انت حاططه بمكان غلط عرفت كيف؟ بس لا عن جد حلو حلو؟ يلا امي دورك حلو مو سيء دورك مكياجك هلا يا حبيب خلص رح اسوي كمان انت حلو مسك حبيت صراحه انا بالنسبه لانه شب مثلا اسوي مكياج انه اوكي عادي انه في بنات اقسم بالله اسوي لهم شب بعينك اعتبريني ممثل قدامك اعملي له ميك اب حطي شوي بالغي شوي للضحك بس ما تسوي لي ميك اب بنات تمام طيب تمام يلا اوكي بس الموضوع اصدقائي اللي هو انه كثير منكم عم يسالوني عن فقره مقفل، فقره مقفل اصدقائي بما انه هالفتره مثل ما قلت لكم مشغولين عم نحضر لشيء ضخم كثير، فقره مقفل حاليا على حسابي على الانستغرام هون ضيفوني هي هو الاسم وكمان باول تعليق وبالديسكربشن بدي الكل يضيف على انستغرام فجروا ام الحساب وهنيك فقره مقفل عم نعملها عم تكون كثير ظريفه، والفكره الثانيه كمان عم شوف كثير تعليقات عم تسالوني عليها انتم انه ليش هيك سويت وشك؟ انه اعملوا لي اعمال فقرة الصراحة غرفة الصراحة الحلقة الثانية اصدقائي هي قريبا ان شاء الله بنعملها بس يتواجد كل اعضاء الفريق بحيث انه يكون الكل قادر يصور لانه هيك بلشناها وهيك حنكفيها ما بتحبي تحكي لهم شيء انت؟ انا والله مشغولة اصدقائي في جرس هذا انتبهت ليك المرة انه لحاله بيشيل اليوتيوب لحاله بيشيل الجرس فانتوا تأكدوا من انه حد القناة موجود هدول الخطين اللي فوق الجرس حتى لو انت مشترك احيانا ما بيجيك اشعارات لانه انت بيكون تفاعلك خفيف مع القناة يلا صبايا كتروا المشكلة انه الفونديشن مو من لون بشرتك شو قصدك؟ شو قصدك؟ اني انا شو اسمه فحمة؟ انت اسوداني لا مو هيك بس لانه في الفونديشن له درجات كثيرة يعني فهذا ما هو فبس انا ابيض منك طب اوكي لا فاتت بعيني هيك شو انت قلعت لي عيني هيك مدري كيف معنا بس علي مكياجك بيطلع هيك غرور جواتك هيك مو بيبيض وجهك هيك تحس انه بيجي على بالك تشفتر على الناس هلا عرفت ليش البنات بيكونوا حاطين ميك اب بيكونوا نفسيات شلون؟ حلو صفنت صفنه غريبه معلم انا قلت خالص هو انت مين؟ هو هيك هي بجوز هيك عرفت تتغمد تتعرف علي من جديد اسمي ياسم عندي قناه على اليوتيوب المكياج والحذر اللي ما بيعزبك بفزة وهاد حق المكياج الله يوفقك حطي لي عملك واحدة توت واحدة شوكولا افتح عاد حتى تحفر لي فيه العين بالمسمار وكل افتح افتح لك يا زلمة خسارة وصارة كفو كفو شو؟ تصير اضافي؟ هي جديدة انت ما استعملت على فكرة هي عندها؟ هي الحواجب يعني هو استعملت شكلها انه هي قاصة حواجبها انا حواجبي طوال
ظريف يا عصام جربه والله ظريف. بس هاي عم تحاول تقلدني بالخطوه خطوه بالهيك ما عم تطلع ما عم تطلع ما معلش طبعا مو انت ميك اب ارتست لازم اقلد. اخر لمسه شو مسكره؟ شي بسيط مش مسخره ولا خلص؟ اوكي اصدقائي ثواني انت ما شفت يلا حتى هسه معلش هدي نور يلا شو هذا شو القرف هذا؟ طالع متساحر متمهرج هاي التصويت فوق بيكون في تصويت شوفوا مين الميك اب الارتست الاصلي مين اللي لازم يفتح صالون؟ لا انا عملت له ميك اب كشب يعني تمام؟ وهي عملت لي ميك اب كسب يعني فبشوفكم بغير فيديو ان شاء الله اصدقائي لا تنسوا اللايك واللي ما مشترك يشترك فعلوا الجرس كالعاده مثل ما بقول لكم احبكم